اهلا ومرحبا بكم من جديد. اهلا ومرحبا بك استاذ شريف مره اخرى. سالتك قبل الفاصل انه كم مره الله سبحانه وتعالى انجاك من مخاطر قد كانت تؤدي الى الموت. عمرك طويل طبعا. المره الاولى قصف الطائرات الاسرائيليه للخطوط الانابيب وكان ممكن ان تقصف الميناء. المره الثانيه تفجر سوبر ماركت جوا الشقه مالي كنت اعيش وين؟ في طرابلس. في طرابلس. في طرابلس. وكانت يعني ليله ما عندي انا بالبيت غير السكين بالمطبخ يعني فطل. ومره الثالثه انا ماشي كان قصف بين صغرته وطرابلس فوقعت قنبله. اي سنوات هاي؟ هاي بال 75. 75 فوقعت يعني مع بدايات الحرب الاهليه في لبنان تقريبا. يعني هذا الكلام هذا الكلام الشهر العاشر 75 ووقعت قنبله. انا ماشي بالشارع بالسياره عندي سياره يعني السياره انشالت من العاصفه وانضربت بالارض. ومره رابعه يوم اللي انقتل محافظ طرابلس ويجا علي المدير اللبناني قال لي اترك المكتب واطلع للشقة مالك. فكانت الوضعية يعني اكو رمي يعني الله حفظنا ثلاث مرات اكيد. هاي بس في لبنان في غير لبنان غير لبنان النفط خانة يعني من كنت مدير حقول النفط خانة اثناء الحرب العراقية الايرانية يعني القصف اليومي والقصف يعني نقصفنا. وين ياها يعني هاي هذه انت باي سنه رحت للنفط خانه؟ انا رحت للنفط خانه 1/12/80 التحقت انا مع بدايه الحرب العراقيه الايرانيه. بعد الحرب العراقيه الايرانيه انا بعد طرابلس رجعت للخط العراقي التركي الى كركوك اشتغلت بالخط العراقي التركي بعدين رحت الى جيهان ثلاث سنوات بقيت بجيهان. وبجيهان كانت اكو يعني العمليه بقى الاتراك بعد مجدد. انا رحت برا ست اشهر من الميناء من تشغيل الميناء و رح نرجع لموضوع ميناء جيهان. فالنفط خانه يعني احنا يوم ما حد انقصفت النفط خانه 25 قنبله 175 مليم يعني و 25 قنبله 25 قنبله هذا يوم 19/1/82. وقعت وين هاي القناة؟ وقعت بالداخل داخل المحطة ويعني بين البيوت بين على المنشآت علينا وربك احفظنا يعني بوقتها يعني. وعد القصف ثلاث اربع مرات ثلاث اربع قنابل باليوم قنبلتين ثلاثة يعني عشت سنة ونص بالنفط خانة. وتعرفت شنو كان عملك هناك بالضبط؟ كنت مدير حقول النفط خانم وانا بجيهان اجاني رئيس الشركه. اول مره خل نسال يعني شوداك الجيهان؟ هو انا يعني وداني يعني روينا هاي التسلسل التسلسل عملي ايه؟ انا اشتغلت بالموانئ ورجعت بشكر وتقدير ومكافأة مالية بال 76 من طرابلس. من طرابلس من رئيس الشركة في وقتها وقدم لي اياه. بعدين تحولت للخط العراقي التركي اشتغلت كنت مسؤول محطة القياس في جي في في شخابور بزاخو وسوينا عملية التعيير مالها مع الأجانب. ورحت إلى يوم 22/11/77 إلى ميناء جيهان.